دونك دابا اليوم دايره معاهم داكشي كامل اللي غادي نبقى نحتاج زعما جمعتو بحال هكا هاي البنات لقيتوني دابا جالسه كنجمع لي كوموند هادو لي كوموند ديال البنات نتا السيكان دونك دابا اليوم دايره معاهم وغادي نجيو عندي على قبل السيكان وجدت لهم ثلاثه السيكان هادو صراحه كيجيو زويونين في البيصه وتخو ميمي قرب الصيف دونك هادو احسن حاجه تقدروا تهزوها في الصيف كيتهزوها هكا وكيجيو افيك حتى السميطه ديالهم بيان سور جيت لديفاكتو نشوف شنو عندهم هاد لو توب زوين كلشي زوين البنات اللي ما عندهمش هاد لي تيشيرت كنقول لكم هادو احسن حاجه تقدروا تاخذوها الصيف لحقاش فريمون كيعتقوا في المواقف الصعبه خصوصا هاد اللوينات نيرفانا اللي في هاد الصاك هذا اون بلون حمقني ولكن شوفوا لي بري لو بخير البنات راه ما يمكنش شحال نطلعي الاسمنه بارابور لا كاليتي راه عادي يعني تقدري تاخدي شي واحد هاي كوبي بهذا الثمن كاين هاند لوستك هذا تسيلين حتى هو داير له 300 درهم صراحه لي بري بزاف البنات هاد لا شوميز حمقاتني دخلت باش نقيسها واخا ديجا راه عندي بحالها اون بلو مي هادي اون بلون فنه عجباتني لي فيها ما يمكنش البنت اللي دست من حداها كتشوف لي الساك عاد دابا جوج البنات في ديفاكتو كيسولوني على لو ساك مني عشرة ما يمكنش وكتجيني حشومة باش نعمل لهم نقول لهم راه لاباج ديالي نعطيهم لاباج كنقول لهم وراه ديالي البنات شوفوا معايا كيفاش جاتني لا شوميز صراحة هي عجبتني ولكن ما عرفتش يمكن مع هاد اللبس انا اللي لابسه ما عطاتهاش حقها مي صراحه لا كاليتي ديالها زوينه فينا فينا خصني نسوني على اختي جيني تقول لي واش نخدها ولا هي زوينه هادشي اللي هذا عجبني لا كولور ديالو ولكن كون كان نوار غيكون حسن او نيود غزالين هاد لا زونسامبل الوغ البنات كاع ما خديت ديك لا شوميز لحقاش منين هضرت مع اختي قالت لي تقريبا بحال اللي عندك فيها لو سيير بركيتوني هابطه للدار ساليت لي كوموند كاملين فيما كتشي بنت اختي تلقيت انا وياها عطيتها لا كوموند صافي ضربت الدويره في ديفاكتو صراحه ما بانتليش شي حاجه من غير كاين داك الشيء عادي البازيك البازيك وناويه يلاه ندوز واحد لا كوموند في شي ان دونك من الاحسن ناخذ من شي ان كنت نجمع تليفوني اصلا هاد البلاصه شويه خاويه مو انا وياك ندوليو صغيوري هاي بيبيز بنات لقيتوني اول حاجه غادي نمشي دابا نديرها هي غادي نمشي ندير بيرسينغ عاتم فوقاش وانا باغا نمشي نديرها راه غادي نقول لكم تقريبا شي شهر انا كنخطط باش انني نمشي نديرها راكم شفتوا كنوقعوا لي بزاف الحوايج انا اصلا ما كنتش ضاربه لهم كاع الحساب منهم انني مرضت منهم انه درت عيد ميلاد منهم انهم تريبود ديال الكاميرا ديالي تهرسات ليا كنت مشغله غير مع داك الشيء نسيت البيرسينغ دونك البنات غادي نمشي اول حاجه نديرها دابا هي غادي نمشي ندير بيرسينغ درت ماكياج لبست حوايجي البنات درت لي زاكسسوار شحال هادي وانا باغي ندير هاد لو كوليه تيفاني مع لي بوكل ديالو غورميت ديالو حتى هي البنات اللي اول مره غيكونوا كيشوفوا لا فيديو ديالي وغادي يعجبهم لي زاكسسوار ديالي وغادي يبغيو يعرفوهم منين راه ديجا البنات عندي واحد لاباج ديال لي بيجو غادي نخليها لكم هنايا تما غتلقاو جميع انواع لي بيجو اي موديل كاين في الدب دي مارك دو لوكس فان كليف لوي فيتون بلغاري دونك اي مارك جاتكم في بالكم غتلقاوها عندي في لاباج البارفان اليوم غادي ندير يارا هاد البارفان هادي ريحتها فنه كتحمق ما يمكنش البنات ما تكونش عندكم انا ديما كنقولها لكم في لي فلوغ ديالي صراحه زوينه كتعطيكم داك الفايب ديال كلينجر خصوصا هاد لا سيزون هادي كتحتاج بحال هاد لي بارفان هادو خلي فيها غير شويه ان شاء الله خصني نعاود ناخذ وحده اخرى لحقاش واعره بنات الصاك لي هازا لونشون لي كسبارطاجيت معاكم ديك النهار كيجي في البيسه زوين بزاف عرفتو ما يمكنش البنات كاملين حماقوا عليه ملي تلقيتوني غادي نمشي ندير لا كوموند واحد البنت كوموندات لو نوار ديالو شوفوا البنات شحال زويون فن ما غادي نسالي بيرسينغ غادي ندي البنت لا كوموند ديالها غادي نتلاقى انا وصاحبتي غادي ندير النظارات ديالي الخطيرين اللي احسن حاجه درتها في حياتي هو انه شريت هاد النظارات هو باش تكونوا دايرين هاد النظار هادو خصكم تكونوا دايرين واحد الميكاب نقي
فوالا تكون اختي مقدي لي الوجيه وداك الشخص يدير لي ماكياج زويون باش النظاظر كيعطيكم واحد اللوك زوين. لحقاش اكثر هي النظاظر هادو لحتى خصك تكوني دايره الحكا تكوني مصايبه اختي الوجيه تكوني مطراسي الحجبان باش عاد اختي يبانو زوينين. فوالا شعري جمعتو بحال هكا كيبدا شعري يتزيت وكيبقى يتعكس لي كندير له غير هاد الجمعه وكنقول له انا نوريك اللي كتعكس لي. ودابا غادي نمشيو كنمشي نكون هابطه ومن وريكت الاوتفيت ديالي في الدروج. صافي دابا غادي نكون مرتاحه باش نمشي بحال اللي كنكون هزه عليا بواحد الحمل ثقيل خصني ضروري نوريكم اللبسه فاش عاد نمشي. وقولوا لي اختي جاتكم اللبسه غلايضه ما حسيتيش بيها في وصل كي جاوك لي بيرسينغ حيفيدني بقيت ندير بحال هكا ولكن عرفتي صاحبتي كتموت وكتخاف من لي بيرسينغ ولكن شوفوا راه ما يمكنش شحال واعر يعني شوفي كي كيبان كاين واعر واش غنعمل كل اختي زين كولي خليتي والو خليتي هادشي كامل ولي خليت شنو خليتي جوج فريتات راسي داك لات بيتزا وكلات ساندويتش كذوب انا ما كليت والو خصني ندير الريجيم اوه ماي جاد سالاو ملي تشوفهم حطوا الكراتين في الباب عرفيهم سالاو We're still a fan even though we're salty. Need to see you when the world are you happy. Yes, and I'll show you that. But I swear to God, okay, he could do. قولي البنات راه جاوها زوينين جلست مولاي اسري حيدي عليا والله لا هضرت الو البنات انا خشوني دابا دابا يلا دخلت للدار بدلت حوايجي عرفتوا هذا الجو ما كتعرفوه سخون ما كتعرفوه بارد ما كتعرفوا عليه حتى شي حاجه. البارح بعدا كانت الشتا اليوم الصهد عرفتوا اليوم موت الصهد انا قبل لابسه داك لو توب ولابسه لا شوميز عرفتوا جاني موت الصهد. شوفوا لي البنات لي بيرسينغ عرفتوا راه ما يمكنش شحال كيحمقوا انا بعدا حمقوني عرفتوا حتى البنت اللي دارت لي البيرسينغ زينب عرفتي قالت لي حماقيت عليهم جاو كفنين والصراحه كيجيو واعرين. البنات اللي كيخافوا من لي بيرسينغ شوفوا راه ما عندكم مناش تخافوا اختي كاينه موت وحده
دونك ما عندكم مناش تخافوا البنات راه كيجيو زويونين. حتى البنات اللي ما كيبغيوش وكيخافوا من زعما لي بيرسينغ ولا ما كيبغيوش يديروا شي حاجه هكا عامره في ودنهم بزاف، هي كدير جميع انواع لي بيرسينغ في الجسم ديالك كامل. فما كنتي باغا ديري بيرسينغ في وجهك في ودنك في اي بلاصه كنتي باغيه كدير بيرسينغ. انا كاع لي بيرسينغ ديالي درتهم عندها صراحه، يدها زوينه وما كتقصحكمش. من غير انه اول مره غادي نحس بشي بيرسينغ ضراتني الدخلانيه هادي ندير لكم عليها بانسو. هاد البيرسينغ هادي هي اللي فريمون ضراتني قبيله، حيتاش انا عندي ودني كما قالت لي هي عندي داك القرويش ولا القريوش ولا ما عرفتش يقولوا له، زعما ودنك كتكون عامره يعني ماشي ودن هكا غير خفيفه دغيا كتوصلي كتتخشي شي حاجه دغيا كتخرج من اللور. لا ما تمشيش نيتكم بعيده. فين تقصحت بزاف هذيك البلاصه فين تقصحت، اما كلشي كان مزيان. بدلت هاد البيرسينغ هادي وهادي درتها وهادي درتها، المهم داكشي كامل اللي كان زعما عندي راه ديالي. عطاتني واحد لو برودوي، هذا راه كاين الصغير وكاين الكبير، كاينين جوج. دونك البنات اللي كيديروا بيرسينغ دابا ملي كتمشي مثلا عند هايبي اولا عند مول نقره وكيتقبلك ودنك بداك البيستولي، كاين اللي كيقولوا بيستولي وكاين اللي كيقولوا فردي، هذاك البنات راه ما يمكنش انه مثلا يتقبلك هاد البلايص هادو اللي كيكونوا في ودنك هنايا، هذاك كيتقب غير الاولى الثانيه الثالثه كاع نقولوا حتى الرابعه حتى الفوقانيه، ولكن ماشي بحال ملي كتمشيو ديروها عند شي واحد اخصائي في داكشي ديال البيرسينغ، فهمت؟ اول حاجه كيكون منظف ومعقم داكشي مزيان. ثاني حاجه كما شفتوا راه كاينين شي حوايج ما كيكونوش عند هايبي ولا عند مول النقره، كيكونوا مثلا مختصين كي قلت لكم غير في تقبل الاولى ولا الثانيه ماشي في الودن كامله. ومثلا البنات يديروا بيه لي بيرسينغ هنايا كاين اللي كتمشي عند هايبي ولا عند مول النقره، اختي راه هذيك راه خطر باش انك ديريها عنده، يعني ما يمكنش. انا كنعارض كاع البنات اللي كيبغيو يديروا في دوك البلايص عند هايبي ولا عند مول النقره، بغي ديري واحد الحاجه وتهربي من جميع دوك الامراض وجميع فين ما كان ديال شي بنت كاين تما كيعاود يلصق لك نتيا، عشان ما كتقبلي ودنك ضروري كيكون شويه دم. ملي كتمشيو عند شي واحد اخصائي في هادشي ديال البيرسينغ من الاحسن كيدير لكم بيرسينغ بشي حاجه اللي زوينه وكيلوح هذيك الساعه حداكم، يعني ما كتجيكم شي انفيكسيون ولا شي حاجه من بعد. هذه باش انا كيعجبني مشين بيرسينغ عند زينب وصراحه يديها زوينه وما كتضركمش، كتعطيكم الخاطر وكتهضر معاكم مزيان، كاين اللي كيجيو كي بيرسي لكم هذا البرودوي. هذا البنات واحد البرودوي من مور ما كديروا اي بيرسينغ في اي بلاصه في لوكور ديالكم، هذا كتجيبوه بحال هكايا وكترشو في البلاصه اللي غادي ديروا فيها بيرسينغ. انا بلاتي شويه وغادي نوريكم بحالاش. يمكنش هذا شحال زوين، انا قبل ما ندير فودني كنت درت واحد النهار في البيلي بيرسينغ، كنت درت هنايا في كرشي وما يمكنش فشحال مرضات ليا في الاول حيتاش ما كنتش عارفه كي غادي نتعامل معاها، ومرضات لي وحيدتها وعاود درت الثانيه لحقاش ما كنتش عارفه شنو غندير لها، كنقلب في تيك توك ما عارفاش مزيان. نيت كنت درتها عند زينب وصراحه المره الثانيه داكشي اللي قالت لي تبعته وما مرضات ليش برات لي مزيان. دونك البنات اللي غيبغيو يديروها ولا ودنيهم ديجا كانت مارضه لهم ولا شي حاجه، هاد البرودوي هذا احسن حاجه كينطوي ليكم ودنيكم مزيان. في عوض اختي ما غادي تبقاي انت تحركي ديك البيرسينغ كل مره، هذا كترشيه وموراها صافي كتشدي بابي وكتبقاي تمسحي. انا نوريكم بحالاش دابا اختي، غنوريكم بحالاش دابا البنات. غادي نديماكي وجهي وغادي نشوفو اختي كي جاتك البيرسينغ زوينه اختي. في واحد حيدي بعدا داك السلو من مورايا اختي، قاصه طوي حوايجها من الصباح النهار كامل، مشيت خرج درت بيرسينغ مشيت درت مشيت ديت لكم اختي مازال كنطوي حوايجها، الا انا ما بغيتش نطوي حوايجي. جاتك البيرسينغ ولا لا؟ سهيله كي جات وهضري اصاحبتي باش نحبس لا فيديو، وهضري قولي اه زوينه خايبه وهضري خصكم تشوفوا شنو دارت لي عطاتني الصبع. وهضري سهيله كي جات البيرسينغ وهضري. لا حول ولا قوه الا بالله، نمشيو عند ماما حسين. ماما نعم وراه كنصور علاش كتضرب هاد الطريقه، كي جاتني البيرسينغ بالصحه والراحه حلفوا بالله تجات زوينه، شوفوا كي كتلمع وكتلمع، شوفوا وجهي حتى هو كيلمع. اويلي شو وجهي هذه البشره الدهنيه كتلمع بحال هكا والله الا جاوك واعي. حلفوا بالله سؤال مسموم ما كنسولها ما بغاش تجاوبني قبيله ملي دخلت قالت لي زوينين جاوك، دابا ما عرفتش كذب عليا الحال جات الغيره ولا ما نعرف ما بغاتش تهضر ياك جاو زوينين يا ماما. دابا صافي ما غنعاود نزيد حتى شي وحده باراك صافي الله يجعل البركه. شوف عندي وحده في جبهتك سالا عليك دير ماكيا سمعتيني خصك تشري لي شي واحد الله يسهل عليك، شري لي غدا واحد مع دمو الماكياج. عافاك اختي الحبيبه انا اختك، عافاك اختي شنو نعطيك الصباح. عرفتي خصك تشوفي الفيديو اللي صورت ديال لي بيرسينغ جا زويون شغلك هذاك يعني
ماكيي وجهي كندير هاد الكونتور ديال زولي كتعطاتني الطبيبه لحقاش تريتمون الحساسيه راني مازال متبعاه شكي كنولي بالماء ما يمكنش البنات انا نغسل وجهي وما نوليش بحال هكايا بالماء لحقاش راه من مور ما كندير ماكيي وجهي ضروري كنغسل وجهي لحقاش دي ماكيي ماشي هو اللي كيدير شي حاجه كناخد هاد لاكريم هادي اللي كتعطاتني الطبيبه وكنديرها هنايا لحقاش هاد البلاصه عندي ناشفه بزاف حتى البنات كندير زعما لحقاش دوما البلايص اللي كيبداو كينشفوا ليا طبيب عطيني ديك لاكريم واخا كانت قالت لي حبسيها صافي سير صافي بقى ديري الكونتور ديال جو خدي الدواء الحساسيه ولكن الطبيبه ما كايناش صافره دونك ضروري هذه هي اللي كتعتقني ما يمكنش انني نحبسها وانا وجهي يبقى هكاك مقشر وكنخرج به هكاك ولا زاكسسوار انا لي زاكسسوار ديالي ما كنباتش بهم واخا يكونوا اوناسي واخا يكونوا ذهب واخا ما عرفتش شنو يكون ما يمكنش انني نبات بلا زاكسسوار حقاش البنات الكور ديالكم كيكون كيتنفس وانتم ناعسين كتبقاو تباتوا بهذا الشيء هذا طبعا مره كننساه وكنبات به ولكن ديما كنحيد من الاحسن تحيدوا لي زاكسسوار ديالكم وباتوا اختي بلاش الناس اللي كيخليو لي زاكسسوار بحال الناس اللي كيباتوا بسراو الجين وما كيبدلوش حوايجهم كيجيو كيدخلوا نيشان من الزنقه ويباتوا بدوك الحوايج حسن اللي كانوا خارجين بهم يباتوا حتى بالماكياج نحل هذا الشفنجه نخلي شعري شويه يتنفس غدا ان شاء الله بحول الله عندي رونديفو غادي نمشي ندير لي سيل بحال هاد البنات ما مشيتش درت الشفار ودابا تشهيتهم حتى هاد الايام ما كندير ماسكارا وكنجي كتعذبني اكثريه لي سيل اللي كانوا عندي تسالاو ليا يلا غادي نكوموندي شي حاجه من شيئين اكثريه البنات كندير ماسكارا ملي كنجي ندير ماكياجي كنوحل معاها كنبدا مسح يا ما تمسح الشفار صراحه كيهنيوكم وحق الله كيحسن من الماسكارا احسن من اي حاجه كديروا الشفار كتهناو حتى البنات الضفاره عرفتوا فرق كبير ما بين قبيله بالماكياج وهكا شوفوا هكا كنبان دابا كنبان بعقلي من دابا صغيوره زويبونه ما كنتش كيعطيكم واحد الباور كتبقاو تبانوا فهمتوا كبر من لاج ديالكم اون ميم طون كيبرز لكم ملامح هكا بلا ماكياج انا اكثر يكون نهار راه تنكون هكا بلا ماكياج كندير غا عكاكير اولا بناتنت وكندير شويه ديال البلاش هنايا وصافي كنطلع حجباني وكندير ماسكارا واكثر ما تنديرش ماسكارا كاع يعني كندير غا داكشي اللي قلت لكم في الاول صافي ملي كنكون نصور لكم شي فلوغ ولا شي حاجه عاد تنبقى ندير هادشي يعني ما جاتش انه انا دايره فلوغ وما ندير لا ماكياج لا حتى شي حاجه فهمتوا ضروري ضروري هادشي جاري به العام غادي ناخذ هاد البرودوي هذا اللي عطاتني زينة وغادي نرش هنا ندير بحال هكا غادي تاخذوا بحال هكا وغادي تقنتوه المهم ديروا بحال هكا وغادي تبداو تمسحوا من الجين ياي حيت البنات راه كضر شوفوا ودني دابا ولات حمراء غدا ان شاء الله غادي نديكم معايا الرونديفو ديال لي سيل غادي نديرو لي سيل جو فوز ام بيبيز دابا لقيتوني جمعت هاد لا كوموند هادي باش غادي نمشي نصيفطها ليا في امانه فوالا البنات شوفوا معايا هاد لا كوموند شنو خدات فيها هاد البنت صراحه داكشي زوين فريمون واعر وهاد لا كوموند كامله اللي خدات معاها هادي ثاني كوموند عندها وتبارك الله كدوز لي كوموند زوينين عطيتها هاد الكادو عطيتها هاد لي بوكل هادو وهاد لا غورميت هادي صباح الخير البنات حبلي المنعست كاع مزيان وسمعوا هاد الصباح شنو صابح عندنا في الدار علمي كيصلحوا الحمام وانتم يمكن تسمعونا صح حيت انا ما كنستحملش بحال هاد الدقان هذا دونك خرجوا الزنقه ونهضروا كنت نكمل الهضره وانا كنسمع هاد الدقان انا وراسي ضرني بحالك انتوما اللي كتفرجوا اي فولي البنات شوفوا هادي البيس هادي لابسه هزا هاد الصاك هذا ديال لونشان صغيور هذا دايره فيه الصرف دايره فيه داكشي كامل اللي غادي نبقى نحتاج زعما لا كارت وداك التخربيط وهنايا البنات هزا واحد جوج ثلاثه كوموند باش ندوز نصيفطهم في امانه دونك فوالا صراحه هاد السيكن هادو احسن حاجه وحق الله وصافي بالنسبه للمكياج ما درتش مكياج درت فير كلوس وانا دابا وصلت غادي ندخل نقاد الشفار راسي غادي لاصال شوفوا الشفار والحجبان يا لاله دونك البنات دابا لقيتوني غادي نمشي عندي واحد لا سيونس ديال الايروبيك اي ابري غادي نمشي ندير شويه ميسكولاسيون وصافي دا
صراحه لاصال كنبغي نصور فيها، ولكن لاصال اللي انا فيها 100% فام. ملي فوا كتبدا التليفون كلشي كيدير فيك الرق، كيبقاو يشوفوا. قلت علاش مكرهتش انا نبقى نصور لكم في لاصال، ولكن راكم عارفين اصلا الناس بالطبيعه ديالنا ملي كنشوف شي واحد كيصور كنكونوا كندريني وكنبقاو نقولوا لا راه غيبينا وداكشي. كانت اخر مره كانت طرات ليا في لاصال، دونك صافي قلت من الاحسن ما نصورش، خصوصا ملي كنكون بحال دابا غاده في العشيه ما نصورش بحال دابا الصباح. هادشي نهار نمشي الصباح ونصور لكم وانا كندريني. البنات لي بيرسون كيبانوا او ماي جاد واعرين بزاف، اتو حمقوني 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 بزاف. يس دابا غادا لاصال. ام سو هابي باي ذا واي.